السلام عليكم خوتي المغاربه خواتاتي المغربيات، مرحبا بكم على قناه مامون بيبي. عدت لكم من جديد. قبل ما نبدا الفيديو هادي تنشكركم على الدعم ديالكم ديال الانسانيه، تنشكركم على الحنان ولا كومباسيون اللي عندكم فيزافي دو الاخت ديالي مسكينه دابا لانها محبوسه. دابا بغيت نقول لكم بان في الاخر ديال هذا الفيديو غادي تشوفوا الحجه بالكتابي اللي عندي من عند الاخت ديالي بانها محرومه من الطعام ومن الشراب، وهذا شيء ماشي انساني بالكل بغض النظر على دوله مسلمه الى اخره. ففوق من دوله مسلمه او ماشي مسلمه كاينه الانسانيه بعدا. قبل ما نهضروا على الديانه، الانسانيه يعني الايمان بالله سبحانه وتعالى. فالاخت ديالي هانتوما غتشوفوا الحجه بانها ما كاين لا شراب لا ماكله، ومانعينها تصل بينا، مانعين عليها تصل بحبابها، ومانعين عليها تدافع على راسها، ومقبوطة تما محتجزة سيكستخي يعني مختطفة، بعبارة أوضح وأصح مختطفة. وخليك هنايا، لا ماكلة لا شراب، حبابك ممنوع، ما تهضريش معاهم، دافعي على راسك، ما عندكش الحق، ما عندك حتى شي حق لا في الماكلة لا في الشراب، لا باش تهضري مع حبابك، لا باش تهضري مع محامي، لا باش تدافعي على راسك، وما كاين عندك حتى شي حق. وحنا عندنا الحقوق كلها، نقبطوك انتيا بحال شي 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 حيوان في الغابه، ماشي بحال انسان، ونهزوك ونتحكموا فيك ونتحكموا لك في 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 في, في, في الحياه ديالك. غنديوك للسبيطار ديال الحماق، هكا قالوا ليها، ونديوك للسبيطار ديال الحماق وغادي نسدو عليك. هذا الشيء اللي دابا تيقولوه هما. اجي نقول لكم خوتي خواتاتي، بغيت نقول لكم واحد القضيه اللي هي مهمه. وحدين تيدافعوا على شي وحدين، تيقول لك وهذاك الاخرين خلوهم بلا ماكله بلا شراب واختصبوا لهم الحقوق ديالهم. ايوا نتوما اش تديروا للاخت ديالي؟ ها نتوما دابا اش تديروا للاخت ديالي اللي هي مسلمه بحالكم؟ انما نتوما دابا هذاك الشيء تمشيو تدافعوا على وحدين اخرين، تتقولوا درتوا لهذا وجوعتوهم وخليتوهم بلا ماكله وخليتوهم بلا شراب وسدين عليهم الحدود ومخليناهم لا ماكله لا شراب. وانتم دابا اش دايرين اختي؟ سدين عليها الحدود ومخليناها لا ماكله لا شراب، وبغيتو مازال تستدرجوا وهي بريئه ما دايره لكم والو، وبغيتو تستدرجوا حتى الام ديالها والاخت ديالها، وفوق من هذا الشيء كله باغيين تشدوا عليها في سبيطار الحماق وتصفيو عليها تما تاخذوا الاعضاء ديالها. انتم زعما هما اللي تدافعوا على وانتم اش تديروا دابا؟ كفس كفس ونحس، كفس ونحس. نتوما دابا اش تديروا للاخت ديالي؟ كي جاكم هادشي دابا تديروا نتوما للاخت ديالي؟ ها المهم خوتي خواتاتي، غادي تشوفوا الحجه امامكم، وكاين حجج اخرين غادي نحطهم لكم الفيديو القادم. وراه الاخت ديالي صيفطات شكايه لفرنسا ضد خالد وداني باكوزي دو ريسبسيون، وصلاتهم حلوها، وانا دابا اللي غادي نكمل عن طريق عاود لهذا سميتو زعما نبعث ليهم الرسائل وما يجاوبوني، انا اللي غنكمل هالشي ديال سميتو الدعوه ضد خالد وداني باش يتم القبض عليه ان شاء الله. اما انت يا اسماء زروال، انت يا الطابيت ديالك، يا 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 المجرمه، انت يا تسني الوقت. راني قلت لك اليوم هذا الاسبوع هذا يعني اليوم قبل ما 12 الليل، فتسني تسني ديري الكاونت داون، حسبي السوايع، حسبي السوايع باش تعرفي وقتاش غادي تدخل هادو الناس ديال 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 اللي عندهم بصح الانسانيه، اللي عندهم بصح سميتو اللي عندهم بصح الايمان بالله سبحانه وتعالى. شي وحدين تيقول لك بانهم مسلمين ولكن تيقبطوا وحده، وتيقول لك تيدافعوا على المسلمين
وتيقولوا بان وحدين اخرين مجوعينهم ومعطشينهم ومخلينهم وسادين عليهم، ولكن هما قاطين وحده مسلمه مجوعينها ومعطشينها وحارمينها من الحقوق ديالها وحارمينها من حبابها، منعين عليها اتصال مع احبابها، وباغيين يدخلوها سبيطار الحمى كيصفيو عليها فيه، وتيقول لك هما مسلمين. يا سبحان الله يا سبحان الله يا سبحان الله. صافي هادشي اللي كاين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللي قبض واحد يوتيوبر بريء ما دار حتى حاجه ويصدروا هكاك وعارفين على انه غادي يقدروا كاع يصفيوها ليه، واش هاد الناس هادو زعما كيفاش كيفاش؟ ونزيدكم قضيه، راه رجال اسماء زروال طرقوا القناه ديال القرعه، قرعه تيفي. علاش؟ لانها فيها الفيديوهات ديالنا. غنقول لكم عاود واحد الحاجه اللي هي مهمه واللي ما رديتو لهاش البال. عرفتيو باش يدخلوا القناه ديال القرعه تيفي خصهم المود باس، وباش يعطيهم هو المود باس شنو داروا ليه؟ واش برونشاوه في الضو ولا داروا ليه القرعه ولا تكرفسوا عليه خسروا ليه وجهه ولا شنو داروا ليه باش عطاهم المود باس؟ راه ما عطاهمش المود باس لخاطرو بالضحكه، راه عطاهم المود باس تحت التعذيب، تحت التعذيب. ومني عطاهم المود باس تحت التعذيب قبطوا القناه وسدوها. علاش؟ لان فيها الفيديوهات ديالنا حنا. المهم خوتي خواتاتي، بعض المرات تنكونوا غالطين شي وحدين، تنشوفوهم تيهضروا ويدافعوا ويقول لك حنايا تندافعوا على المسلمين حيت شي وحدين مجوعينهم ومعطشينهم. هذه هي الحقيقه. وهذاك علاش هادو هاد الدول هادو اللي تيسميوهم شي وحدين كفار، جاتهم النفس على اختي اللي هي مسلمه. فالكفر راه ماشي بالديانه، الكفر راه بالاعمال وبالانسان شنو في قلبه وشنو تيدير. يوم تكلمون ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. شتي تتقولوا شي وحدين تيقولوا هادو كفار، وانتوما شنو؟ نتوما اللي تديروا هاد الفعايل دابا لختي، شنو نتوما؟ نتوما شنو؟ نتوما ناس مزيانين، نتوما ملائكة فوق الأرض، نتوما ناس مزيانين. نتوما غير تقبطوا لواحد وتخطفوه تخليوه لا ماكلة لا شراب لا نعاس، ومحروم من والديه من ختها وامها ومن الحقوق ديالها، ومازال باغيين تديوها لسبيطار الحماق تسدو عليها. ايوا ونعم الإسلام ونعم الإيمان ونعم الإسلام، ولكن الآخرين اللي راهم تيدافعوا عليها دابا باش يخرجوها هادوك تيتسموا كفار. ياك عند الله تلتقي الخصوم. خوتي خواتاتي اش غنقول لكم؟ أنا قضيت الناس ديال الغرب يقول لهم شي واحد كفار، أنا هذه ما تنتقبلهاش. علاش؟ لان الناس ديال الغرب لقينا فيهم الاسلام والايمان رغم انهم ما دايرين الشهاده، بزاف منهم ناقصهم غير الشهاده، ووحدين اخرين اللي عندهم الجوامع. صافي راه قلت لكم اللي كاين، شوفوا شنو تيديروا. صافي هادشي اللي كاين، الجوامع راه كاينين حتى في المغرب، هادشي اللي نقدر نقول لكم. والله ياخذ الحق ديال اختي. وغنقول لكم عاود واحد القضيه، شوفي يا اسماء زروال، انت دابا تيتسحب لك راه هادشي اللي دايره اختي، راه غادي طيحيني انا الارض. شوفي يا اسماء زروال، تنفيق في الصباح وتنفطر وتندير الخدمه ديالي وتنتصل بالناس اللي واقفين مع اختي، وتنسوق وتندوش ونمشي نتقدى، وقويه ما هزيتيش فيا شعره اسماء زروال، ما هزيتيش فيا شعره.
ما هزيتيش فيا شعره. ماشي حيت انا ما تنبغيش الاخت ديالي، لا، حيت انا مؤمنه بالله سبحانه وتعالى، ما اصابنا الا ما كتبه الله لنا. انا جهدي انا تنديرو، واللي كتبها الله هي اللي كاينه. بحال انت اسماء زروال، الا مكتب لك الاعدام يحكم عليك محمد السادس بالاعدام، واخا تعي وما تجري غادي تحكم عليك بالاعدام وتعدمي امام المغاربه كلهم على المصيبه اللي راكي دايره في المغاربه، وصافي. وهادشي اللي كاين، راه ما زعزعتيش فيا شعره، وتنسوق مزيان وتنعس مزيان وتنفيق مزيان وقويه مهما كانت الظروف، قويه. علاش ماما حاجه فاتحه الله يحفظها ليا تتقولي شوفي بنيتي انت هي لو بيليي ديالنا، زعما الساريه، تتقولي انت هي الساريه ديالي وديال اختك، الا طحتي انت طحنا انا واختك. خليكي واقفه ساريه، واجهي، ما تطيحيش، عندك تطيحي، خليكي قويه. فانا ساريه فوجهك اسماء زروال، الا جيتي تنطحيني غادي تفرشخ لك مخك، صافي. دابا فهمتي خوتي خواتاتي؟ اللايك والبارطاج، خصوصا البارطاج والدعم للقناه. اليكم الفيديو.